بالنسبة للبرنامج تاع الجبهة الشعبية، هو برنامج خدموا عليه خبراء في إطار توصيات قيادات منهج الجبهة الشعبية. هو برنامج فيه إجراءات كثيرة وكثيرة جدا، ولكن النجم أنا نؤكد وأن برنامج واقعي طموح يغلب على الاعتبار حاجات الشعب التونسي في حاجات تونسية التي أكدت عليهم الثورة، وفي نفس الوقت يغلب على الاعتبار إمكانات تونس. حاولنا بإذن باش نجمعوا ما بين الطموحات والمطالب والإمكانات، ومن الممكن أن يلخصوا في بعض كلمات تونس تخدم وتنتج، ونحب كذلك تونس تخدم وتعمل في توزيع الثروة في مستوى الفئات وكذلك في مستوى الجهات. وأخيرا نحب تونس تخدم وتتضامن بعدها أنا مع بعض باش نجمو معناها نقدمو. هذا اللي الهدف معناها نتاعنا، عبارة أخرى مجتمع عامل ومجتمع عادل ومجتمع متضامن. الإجراءات المباشرة الاستعجالية لو أن الجبهة الشعبية توصل الحكم، عبارة أخرى 100 يوم الوالة. أولا قانون يتعلق بالإرهاب ورصد الأموال والتهريب، ثانيا إعادة الشروع مباشرة في إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية هي على أساس عقيدة أمنية وعقيدة دفاعية جديدة داخل بعين الاعتبار مكتسبات موسى بعد الثورة، ولكن داخل بعين الاعتبار الأوضاع الحالية واللي أهم عنصر فيها هو تنامي ظهر الإرهاب، تفعيل العدالة الانتقالية باش بالحق نجم نطويو الصفحة الماضية على أسس صحيحة ونمشيو لقدام في القضية المالية.